السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشتغل مع بعض زي ما انتم شايفين كده، الوردة الظريفة الجميلة قوي دي، هي اسمها زهر الديزي او ورد الديزي، شكلها جميل قوي، تنفع تتحط على اي حاجة. شوفوا كده، لو عملتي مثلا فستان طفلة وحطتيه الوردات كده، عملتيها مكان الحزام، بتدي شكل رهيب. تمام، عملتي سورتيت وحطتيها عليه، عملتي توك استك، بندانة، طوق كده، اي حاجة تنفع تتعمل فيها الوردة الظريفة دي، رقيقة جدا، ومن كتر سهولتها بتخلص في 5 دقايق اقل كمان. تمام، هنسمي بالله ونشتغلها مع بعض. انت تقدري تشتغليها باي خيط عندك، انا هشتغلها بخيط ديفا وهشتغل معاها ابرة 1 و9. انت تقدري تشتغلي باتنين لو ما عندكيش واحد، انا يعني انا عادي ممكن اشتغل باتنين، بس هي اللي لقيتها قدامي 1 و9. وبواقي خيوط هي بتاخد كميه بسيطه جدا 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 جدا، يعني حاجه لا تذكر. وعلشان هي بتاخد كميه بسيطه، انت ممكن بقى زي ما قلت لك تعمليها في التوك، وتبقى مشروع حلو قوي ليكي من سلسله المشاريع اللي احنا بننزلها. طبعا انا عندي بواقي خيوط، تمام، بواقي خيوط ديفا. زي ما انتم شايفين قلب الوردة ممكن تشتغليه بأي لون، هو الثابت معانا هو الأبيض، وقلب الوردة هو اللي بيتغير، هو المتعارف عليه دايما هو الأصفر، بس هي تشتغليها بأي لون للقلب. تمام، فأنا هشتغلها معاكم بالأصفر، وزي ما قلت لكم الإبرة اشتغلي بإبرة 2 طبعا حسب شدة ايديكي للابر. هنمسك طرف الخيط مع بعض وهنعمل عقدة البداية الاول، ونعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. تقدري تعملي دايرة سحرية، بس انا افضل اعمل سلاسل علشان خاطر ما تتفكش مع الوقت. تمام، هاجي في اول سلسلة وهقفل بمنزلقة، هطلع 3 سلاسل ارتفاع، ودول هيبقوا معايا بمثابة اول عمود. هدخل في الفتحة اللي عملتها السلاسل اهي، يعني انا لما قفلت بالسلاسل اتكون عندي دايرة، هدخل فيها وهعمل 11 عمود، علشان العمود ده يبقوا كده 12. تمام، هعمل 11 عمود، 1 عشان الاجمالي يبقى معايا 12، 2 3 4، اشتغلي على فتلة البداية، 5 6 7 8 9 10 11، والسلاسل البداية اللي هي 3 سلاسل اللي ارتفعتهم يبقى كده معايا 12. هشد الحبل او الفتلة دي بتاعت البداية عشان اقفل الدايرة بتاعتي، الفتلة الصغيرة بشدها، وبقفل بمنزلقة فين؟ في 3 سلسلة، انا ارتفعت 3، 1 2 3، التالتة بدخل فيها وبقفل بمنزلقة. بعد ما قفلت بمنزلقة هقفل الشغل واشد الخيط واقطع، خلاص انا كده مش عايزه اللون ده خلاص، والفتله دي احنا هنشتغل عليها مش هتبان وهننضفها. بعد كده بجيب الخيط الابيض، زي ما قلت لكم الابيض ثابت والمتغير عندي هو قلب الورده، انا قطعت هنا، ما توصليش في نفس المكان اللي قطعتي فيه، روحي في اي مكان تاني. وهتدخلي فين؟ احنا عادة بنشتغل هنا تحت الحلقات، لا احنا هنشتغل بين الاعمدة. بصي العمودين اهم، انت هتشتغلي بين الاعمدة، بين كل عمود وعمود شغلنا هيبقى بين الاعمدة، في كل الغرز شغلنا هيبقى بين الاعمدة. تمام، بتوسعي العمودين كده وتدخلي بين الاعمدة وتوصلي الخيط بتاعنا وتعملي 3 سلاسل،
تمام، تاخدي لفتين على الابره عشان هعمل عمود بلفتين، هدخل في بين العمودين اللي بعدهم على طول اهو، هدخل واعمل عمود بلفتين، كمان عمود بلفتين في نفس المكان، كمان عمود بلفتين في نفس المكان كده. انا عملت في المكان ده ثلاث اعمده بلفتين، وبعدين بعمل ثلاث سلاسل وبنزل على الغرزه اللي بعدها اللي هي برضو بين العمودين اللي بعدهم، وبدخل اعمل منزلقه. وادي كده اول بتله معايا اتكونت. بعد كده بطلع ثلاث سلاسل في نفس، زي ما انا في نفس المكان اللي عملت فيه المنزلقه بطلع فيه بثلاث سلاسل، واعمل لفتين اهو، لفتين على الابره، واعمل بعدها في الغرزه اللي بعدها، احنا قلنا ان شغلنا كله بين الاعمده، هعمل عمود بلفتين هشرحه عشان لو في حد مش عارف ايه العمود بلفتين. انا بعمل لفه والتانيه على الابره، لفتين على الابره، وادخل في المكان ده واسحب الخيط، واخد لفه واسحب من حلقتين، لفه واسحب من حلقتين، لفه واسحب من حلقتين كمان كده، اتكون معايا عمود بلفتين. تاني عمود بلفتين في نفس المكان، عمود بلفتين كمان في نفس المكان، يعني المكان ده او الغرزه دي اشتغلنا فيها ثلاثة عمود بلفتين، وبعدين ثلاث سلاسل، وانزل في الغرزه اللي بعدها زي ما قلنا بنشتغل فين، في الفراغ بتاع السلاسل في اللي في المكان اللي بين الاعمده، في المكان اللي بين الاعمده اهي، سوري قلت الفراغ بتاع السلاسل، احنا هنا مش عاملين سلاسل، فين بين الاعمده، هدخل واعمل منزلقه. تمام كده، هتيجي هنا الغرزه اللي خدي بالك احنا هنشتغل على الخيط اللي احنا قطعناه ده عشان نداريه. بعد ما عملنا منزلقه هنا هنطلع بثلاث سلاسل ونلف لفتين على الابره، وندخل في الغرزه اللي بعدها نعمل ثلاثه عمود بلفتين، ادي اول واحد، ادي الثاني، ادي الثالث. تمام كده يا بنات، بعد كده بعمل ايه، بعمل ثلاث سلاسل اهو، وادخل على الغرزه اللي بعدها على طول اعمل منزلقه. بعد ما عملت منزلقه زي ما انا واقفه كده بعمل ثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثه، ولفتين، وادخل في الغرزه اللي بعدها اهي، واعمل ثلاث اعمده بلفتين، ثلاثه عمود بلفتين، ادي واحد، ادي الثاني، الثالث. تمام كده، وبعدين بعمل ثلاث سلاسل، وفي الغرزه اللي بعدها بعمل منزلقه. انا كل ده شغاله على الخيط الاصفر خلاص بتاعي، الخيط الاصفر خلاص خلص، ده بيأمن لك الشغل. بعد كده بطلع ثلاث سلاسل ارتفاع، خلاص حفظنا عمود بلفتين في اللي بعدها، ونعمل ثلاثه عمود بلفتين، ادي واحد، ادي الثاني، الثالث. تمام كده، وبعدين بنعمل ثلاث سلاسل، والغرزه اللي بعدها على طول نقفل فيها بمنزلقه، واحنا في نفس الغرزه نرتفع ثلاث سلاسل، ثلاثه. بعد كده بناخد لفتين وعلى الغرزه اللي بعدها على طول، وهي الغرزه الاخيره اهي بين العمودين اهم، وده الفراغ الاخير عندي، هدخل اعمل فيه ثلاثه عمود بلفتين، ادي واحد، الثاني، الثالث. تمام كده، طيب بعد كده هعمل ايه، هعمل ثلاث سلاسل وهقفل بمنزلقه في اول مكان انا اشتغلت فيه اهو، هقفل هنا بمنزلقه. تمام، وبعدين اقفل الشغل بتاعي واقطع خلاص الخيط كده، الورده خلصت. نخفي بقى الخيط بتاعنا كده من ورا عشان نشوف شكلها، تقدري تخفي الخيط بابره التنظيف براحتك او بابره الكروشيه زي ما انا بعمل،
المتاح قدامك اعمليه. دخلي كده الفتلة تحت البتلات من الخلف، تمام. انا كان المفروض الفتلة بتاعت البداية دي اشتغل عليها الابيض، بس انا نسيت، فانتي وانتي بتشتغلي وبقي اشتغلي على الفتلة البيضة في الاول زي ما اشتغلنا على الصفرة كده، تمام. اهو بعد ما نضفتها وخلاص بقطع بقى الخيوط بتاعتي دي، وايه دي شكل الوردة بعد ما خلص. شايفين رقيقة ازاي؟ رقيقة قوي قوي، زي ما قلتلكوا تتعمل بيها اي مشروع وتتركب عليه، لو عملتي مقالم واتحطت عليها وتزينت، بصوا يتزين بيها اي حاجة، خفيفة وبسيطة ورقيقة. وعلى فكرة انت لو هتزيني بيها اي مشروع يفضل تشتغليها بالخيط زي ما عملت انا كده بديفا، بخيط رفيع، يعني مثلا ما تكونيش عامله مشروع وتعمليها مثلا بخيط صوف، هتبقى كبيره ومش هتدي الشكل الظريف ده، او حسب بقى المشروع اللي انت حباه وحسب حسب حجم الورده. انت لو كبرتي او اشتغلتي بخيط اسمك من كده هيديكي ورده مقاس اكبر من كده، حسب بقى ما انت حابه تعملي المقاس. بس كده، لو وصلتوا لنهايه الفيديو ما تنسوش ان كلامكم الحلو اللي بيدعمني انا بستناه، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي وما تنسيش تعملي لايك للفيديو. وبس كده، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله. قبل ما اقفل لو في اي سؤال سيبولي في الكومنتات وانا هجاوب عليه. مع السلامه.